في الدراسات، كما عودناكم بنشاطاتنا الفكرية الثقافية. ها نحن نعود اليوم بعد غياب طال مع الزمن بسبب فوق إرادتنا، بسبب حرب فلسطين التي أنهكت الأجساد وأبكت القلوب. اللهم افتح عليهم وانصرهم نصرا مبينا يا رب. في هذا اليوم سنستضيف الأستاذ الدكتور ناصر ملا الجاسم من جامعة الموصل من العراق، ليحدثنا عن موقف الأكاديميين الغربيين من القضية الفلسطينية. أحيل الكلمة إلى الدكتور ناصر. شكرا. بسم الله الرحمن لديك الرحيم. الكلمة دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البدء لابد لي أن أشكر مركز الشهاب الذي أكرمني بتكرار دعوته لي للمشاركة في هذه النشاطات الثرية المباركة. والأهم إن هذه الدعوة جاءت مرتبطة بواجب ديني وأخلاقي تجاه إخوتنا في مصر الرسول صلى الله عليه وسلم، أولئك المجاهدون الذين قدموا لنا أنموذجا على صحابة رسول الله، ذلك الأنموذج الذي افتقدناه منذ زمن ليس بالقريب. طبعا وأنا في هذا المكان أحيي أخي الدكتور خير الدين، وأحيي مركز الشهاب، وأحيي كل من حمل أمانة الكلمة للدفاع عن الحق الفلسطيني. ونسأل الله سبحانه وتعالى ونحن نقترب من شهر رمضان المبارك أن يمن على إخوتنا في فلسطين بالأمان وبالنصر إن شاء الله، ويذل ويركع كل ظالم وطاغية ومستبد، وإن الله سبحانه وتعالى لناصر المؤمنين. اليوم بعد انقضاء 150 يوما والمجاهدون رابضون مرابطون، نحن نعيش أطول مواجهة من نوعها مع هؤلاء الذين احتلوا أرضنا وسلبونا مقدساتنا. وأتمنى أن تكون هذه المحاضرة ضمن هذا السياق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا بما يمكن بطريقة أو أخرى أن نقف مع إخواننا في فلسطين. ما أود الحديث عنه في هذا اليوم هو موقف الأكاديميين الغربيين من القضية الفلسطينية. والاختصاص بالأكاديميين أمر مهم جدا، لما للأكاديمي من تأثير في وسطه بحكم ما يمتلكه من مرجعية علمية وما يمتلكه من مصداقية. فإذا كان الإعلامي أو رجل السياسة قادر على تزييف الحقائق والتنكر للعرف الإنساني والأخلاقي، فإن الأكاديمي يفترض به أولاً أن يحمل ما الأمانة العلمية، وأن يتبع أو يعلي شأن الروح الموضوعية والحياد وقول الحق. لماذا؟ لأن أمامه مسؤولية كبيرة تجاه العلم وتجاه طلبته وتجاه القيم المتمثلة أولا وآخرا بالأمانة. ونحن نتأمل في الأشهر المنصرمة موضوع العدوان الغربي، وأقول هو عدوان غربي بالفعل، على أهلنا في فلسطين، يصدمنا أن يلجأ الأكاديميون إلى التزوير والانحياز، ليس إلى من يعني بطرف ضد طرف، وإنما تحيز الوقوف لنصرة الظالم والإمعان في اضطهاد المظلوم. أول مسألة يمكن أن تثار في هذا الشأن هي، طبعا أشير إلى في البداية إلى ما قاله مستشرق مشهور اللي هو فون جرونيباوم، قال بأن لا يوجد شيء بما معناه، لا يوجد شيء اسمه علم من أجل العلم، لابد للعلم أن يخدم قضية معينة. والأمة من الأمم لا تدعم مسعى علميا ما لم تحس بأن هذا المسعى يحقق لها حاجة من حاجاتها الوجودية. وإذا
الآن نقف أمام نقطة مهمة، هل للأكاديمي مكان أو فسحة ضمن العمل السياسي؟ هل العلاقة بين السياسة والأكاديمية علاقة مشروعة أم لا؟ من المفهوم أن السياسة كما قلت في بداية الكلام هي تسمى فن الممكن، يقال أن السياسة بدون أخلاق، السياسة تقوم على يعني لا تلتزم بمبادئ معينة، فهل الأكاديمي يمكن أن يكون قريبا من السياسي؟ في هذا الشأن أمامي نموذج لمؤرخ مختص بالشرق الأوسط الذي هو إلي كدوري، والذي هو اسمه بالأصل إلي خضوري، وهو أكاديمي بريطاني أمريكي ولد في العراق. هذا الرجل كان أستاذا في جامعة لندن في مدرسة السياسة والاقتصاد، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة وأصبح أستاذا في جامعة برينستون، وسنجد أن جامعة برينستون ستتكرر أمامنا في أكثر من مرة في هذا الحديث. كتب مقالة عن العلاقة بين السياسة والأكاديمية ونشرها في عام 1961، وكان السؤال الذي تدور حوله المقالة: هل الأكاديمي مهيئ بميله وتدريبه وانشغالاته المعتادة والمألوفة أن يقدم المشورة لصناع القرار؟ هل يمكن أن يكون قريبا من السلطة؟ طبعا هو كان يستحضر في هذا الشأن عندما صدرت المقالة في عام 1961 ما قام به رئيس الولايات المتحدة في ذلك الوقت جون كينيدي، عندما استدعى أساتذته في جامعة هارفارد للمشاركة في صنع القرار السياسي. فاستدعى بعض أساتذة التاريخ، ومنهم من سلمه سفارة كما ترون، أحدهم أصبح أستاذا مستشاره في الأمن القومي، وآخر أصبح مستشاره في السياسة الخارجية، وآخر أصبح سفيرا في الهند. فكانت هذه الفكرة كما نرى مثار جدل. ما يقوله إلي كدوري ثم يعقب عليه مارتن كريمر، وسنقف أمام مارتن كريمر كثيرا في حديثنا، هو أن هل الأكاديميون يجب أن يكون لهم دور في السياسة؟ ثم يأتي على وجه الخصوص، هل الأكاديميون مختصون بالدراسات الاستشراقية أو تسمى الدراسات الشرق أوسطية يجب أن يكونوا قريبين من السلطة أو بعيدين عنها؟ طبعا في الخلاصة ما يقوله إلي كدوري أن الأكاديمي لا يستطيع التأقلم مع أجواء السياسة، لكن في الحقيقة وفي التطبيق العملي وجدنا أن إلي كدوري ثم مارتن كريمر ثم برنارلوس وغيرهم كما سنرى هم والغون في العملية السياسية وفي التوجيه السياسي وفي التأثير السياسي على صناع القرار، بل إنهم أستطيع أن أقول يقبضون بزمام أو بخناق السياسيين من أجل توجيههم سياسيا. وسنرى كيف لعبت المشورات السياسية تجاه أراضينا وتجاه القضية الفلسطينية دور كبير في حرف الحقائق وتزويرها. أول شخص يقفز إلى ذهننا عندما نتحدث عن الأكاديميين والسياسة فيما يخص الشرق الأوسط هو برنارد لويس. من منا لا يعرف هذا الأكاديمي الغربي؟ هو كان أستاذ في جامعة لندن مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية حتى عام 1974، ثم بعد 74 تحول إلى الولايات المتحدة وأصبح أستاذا في جامعة برينستون، والآن تتكرر اسم جامعة برينستون في الولايات المتحدة. وفي عندما كان في بريطانيا حصل على الدكتوراه في عام 1938 في أطروحة بالتاريخ الإسلامي عن أصول الإسماعيلي، لكن بعد ذلك بعام اندلعت الحرب العالمية الثانية، فجند في الجهد العسكري البريطاني، وعندما وجدت إدارة الحرب البريطانية أنه يمتلك مواهب في اللغات
ويمكن أن يخدم انتقل إلى سلك المخابرات البريطاني. وهذا الانتقال كان بمثابة تحول مهم أو تحول استراتيجي في حياته، حيث أصبح قريبا من صنع القرار، واستعذب ذلك الاهتمام بما يمتلكه من مؤهلات، فكان حريصا أن يبقى أو أن يصبح قريبا من مراكز صنع القرار طوال حياته. هذا الرجل عندما عاد من الحرب وجد أنه من الأفضل أن يتحول إلى التاريخ الشرق الأوسط المعاصر، ويكتب في الحركات الدينية وغير ذلك. عندما انتقل الولايات المتحدة زاد دوره السياسي زيادة كبيرة، وأصبح معلقا ومتحدثا قريبا جدا من صنع القرار. أهم ما يلفت نظرنا في هذا الشأن مقالة كتبها في عام 1990 بعنوان جذور غضب المسلم. في هذه المقالة شوفوا كما تلاحظون في الصورة، يظهر مسلم غاضب وصاخب في زيه التقليدي. في هذه المقالة أول من نحت مصطلح صدام الحضارات، وقال فيها إن المسلم ساخط على الغرب لأنه عاجز عن التقدم، ولكي يبرر عجزه عن التقدم يصبح يتملكه الغضب تجاه من سبقه في هذا الشأن، وينسب للغرب ما يعانيه هو من فشل في المدنية. لذلك هو يرنو بعينيه صوب الغرب من أجل أن يحطم هذا الغرب. طبعا انتقل برنارد لويس إلى مسألة مهمة جدا في التوظيف الأكاديمي، أو في دور الأكاديمي في تزوير الحقائق، وفي توظيف دوره أو مكانته العلمية من أجل دفع صانع القرار الغربي في وجهة معينة. في عام 2000 في 2009 حدثت مشكلة الأبراج، أو عملية الأبراج التي سقط فيها برجي مركز التجارة العالمي. في هذا الشأن كما يقال مصائب قوم عند قوم فوائد. هذا الرجل كان قد دفع إلى المطبعة بكتاب يتناول العلاقة بين الشرق والغرب، والكتاب كان ما يزال تحت الطبع. فما الذي فعله هذا اليهودي لكي يستفيد من الربح؟ وأقول الربح وليس أي شيء آخر. سحب الكتاب من المطبعة قبل اكتماله، وكتب له مقدمة جديدة، ثم أعطاه عنوانا جديدا بعنوان What Went Wrong. هذا العنوان حرف الكتاب عن كان كتابا يتناول العلاقة بين الشرق والغرب، لكن إعادة الصياغة والمقدمة وإصداره بعد حوادث أيلول مباشرة جعل الكتاب يعني مالئ الدنيا وشاغل الناس، فأصبح أكثر الكتب مبيعا في الولايات المتحدة، وطفق الناس يتساءلون من هذا الذي تنبأ بما حدث في أيلول، ومن هذا النبي الجديد في مجال الفكر، ومن هذا الذي استطاع أن يقرأ الشرق الأوسط والإسلام بطريقة لم نستطع نحن أن نقرأها بها. في هذا الكتاب كما قلت قال بأن المسلم يوميا يتساءل ما الذي جرى خطأ، لماذا لا نتقدم، نحن نفعل كذا، وديننا دين الحضارة والمدنية، الدولة العثمانية حاولت تطوير نفسها واعتمدت على الألمان، لكن دائما نحن عاجزون عن التقدم. فإذا حتى أبرر عملية فشلي في التقدم وفقا لما قاله برنارد لويس، علي أن أدمر التقدم الذي أحدثه الغرب. عندما أعجز عن البناء يجب أن أهدم ما بناه الآخر. وما جرى في أبراج كما قيل، ما جرى في أبراج أيلول منهاتن هي أن لا أستطيع أن أبني مثل هذين البرجين، فعلي أن أدمرهما. ثم تلقف هذه الفكرة سياسيون ومفكرون، قال
جاء برلسكوني كما تعرفون رئيس وزراء إيطالي، قال إنهم يحقدون علينا لأننا هم لا يمتلكون بيتهوفن ولا يمتلكون موزارت وكذا وكذا. وزاد الحديث وتوسع حول الخصومة بين الشرق والغرب. ما يهمنا في هذا الشأن هو القضية الفلسطينية وموقف دور برنارد لويس في توجيه الفكر الغربي فيما يخص القضية الفلسطينية. طبعا المنطلق في هذا الشأن أنه عندما توفي برنارد لويس عن عمر ناهز 101 سنة، كتب له تأبينا نتنياهو، وقال في هذا التأبين بأنه أعظم مؤرخي الإسلام والشرق الأوسط في عصرنا، ونحن سنبقى ممتنين إلى الأبد له من أجل دفاعه المستميت عن إسرائيل. وإنني أشعر بامتياز كبير بأنني كنت شاهدا مباشرا على إحاطته المذهلة، ونقلت عنه الكثير من آرائه ونظراته القيمة عبر لقاءاتنا المتواصلة التي امتدت لسنوات طويلة. ويختم تأبينه قائلا: وستبقى حكمة البروفيسور لويس ترشدنا لسنوات قادمة. لماذا قال نتنياهو هذا الكلام؟ وهل هذا الكلام مما يجب أن يفخر به أكاديمي عندما يعني يطري عليه رجل أقل ما يوصف بأنه مجرم حرب؟ طبعا المسألة الأساسية التي يتحدث عنها نتنياهو إن برنارد لويس سعى لصرف أذهان الغرب عن القضية الأساسية أو عن جوهر القضية الفلسطينية، فهو لا يتحدث أو ينكر الحديث عن كون هذه القضية هي احتلال أرض من قبل قوى غربية ظالمة، انتزاعها من أيادي أهلها، طرد شعب من أرضه وتهجيره لأكثر من يعني لعقود طويلة، ممارسة التطهير العرقي والقتل، ممارسة الاضطهاد والتمييز العنصري، ممارسة جرائم الحرب، ممارسة سياسة العزل والحصار، وكل الممارسات والسلوكيات اللا أخلاقية كلها أخرجت من سياقها ليتحدث لويس عن القضية الفلسطينية بأنها عبارة عن صراع حضاري بين الإسلام والمسيحية واليهودية، وبأن هذا الصراع الحضاري هو صراع حتمي ولا بد من هذا الصدام، وأرض فلسطين هي ساحة الصدام، ولا علاقة للأمر بشعب وتهجير وإبادة، وإنما هذه المشتركات التي جمعت بين الإسلام والمسيحية واليهودية أو القضايا المشتركة التي وقع صراع بشأنها، وأن فلسطين أو القضية الفلسطينية غير موجودة على الإطلاق، بل أنه لا يوجد شعب فلسطيني، وإنما هناك حقوق يهودية قديمة، وكما يعني يزعم هذا الكاذب أن حتى اسم فلسطين لا علاقة له بهذه الأرض، ولا يوجد شعب، وإن الشعب الوحيد الذي يرتبط بهذه الأرض هو الشعب اليهودي. ما يهمنا في هذا الشأن أن بلورة برنارد لويس لفكرة الصراع الحضاري التي استبدلت كما قلت قضية الحق الفلسطيني بقضية الصراع الحضاري، تلقفها أكاديمي آخر، وأنا يعني كلما أقول أكاديمي كأنما ينغرس في قلبي سهم أن أستاذ الجامعي الذي يوصف بالأمانة العلمية ويوصف بالرصانة الأكاديمية ويطالب بتوثيق ما يقول جملة فجملة، ويقف في منصات يخاطب طلابا ويشرف على رسائل علمية، يلجأ إلى هذا الأسلوب من التزوير والنفاق. أكاديمي آخر هو صامويل هنتنجتون، كلنا نعرفه
ارتبط اسمه بما يسمى صدام الحضارات. هذه الفكرة كما قلت استقاها من برنارد لويس، وهذه العبارة كما قلت هي أصلها من برنارد لويس. هذا الرجل طور الفكرة وقال في عام 1995 أنه الإسلام هو العدو الأزلي للغرب، وأن ظهور الاتحاد السوفيتي والصدام السابق كان مؤقت، أما ديمومة الصراع فهو صراع حضاري، صراع ثقافي، ليس صراعا قوميا ولا صراعا عرقيا ولا صراعا اقتصاديا، وإنما صراع ثقافي. والقضية الفلسطينية في هذا الشأن صورت أيضا بأنها صراع بين ثقافة الإسلام والثقافة الغربية، وأن على الغرب أن يقف بكل ثقله لدعم اليهود أو دعم المحتل في أرض فلسطين، لأن هذا المحتل هو يعبر عن الطرف الذي ينتمي له، وأن الفلسطينيين هم ينتمون إلى الإسلام وهم الطرف الخصم، وأن المعركة في فلسطين هي جزء من المعركة الثقافية الشاملة التي تدور بين الإسلام والمسيحية. طبعا سأقف إلى حد ما مطولا أمام هذا الشخص الذي هو مارتن كريمر، وهو مدير مركز موشي ديان لدراسات الشرق الأوسط سابقا، وهو أكاديمي يهودي صهيوني أمريكي. والمفارقة أو اللافت للنظر أن أغلب هؤلاء الأكاديميين الذين يدرسون في الجامعات الكيان، هؤلاء أغلبهم هم أساتذة الجامعات، يعني يمتلكون الجنسية الأمريكية ويتنقلون في الجامعات الأمريكية ويحصلون على الفرص والزمالات البحثية ويمضون سنوات طويلة في أو يحظون بأحسن الفرص في المجتمع العلمي الأمريكي. مارتن كريمر هو تلميذ برنارد لويس، بل إنه تلميذه الأثير، حصل على الدكتوراه على يده في عام 1982 في جامعة برينستون. هذا الرجل بعد أن حصل على الدكتوراه تحزب للدفاع عن الغاصبين المحتلين، ونكب نفسه مدافعا عنهم ومهاجما للإسلام والحضارة الإسلامية والتاريخ الإسلامي وسوى ذلك. ما سأتحدث عنه فيما يخص القضية الدقيقة هو ما كتبه بعد ما جرى في بعد 7 أكتوبر ومعركة طوفان الأقصى والعدوان الصهيوني على غزة. كتب عدة مقالات، أشير إلى مقالتين مهمتين. المقالة الأولى هي قضية نازية بالنسبة لحماس، والمقالة الثانية بعنوان كيف رادعت حماس نتنياهو. أرجع أقول، لو كان كاتب هذه المقالات رجل صحفي أو رجل سياسة أو صاحب منصب دبلوماسي أو معلق تلفزيون أو غير ذلك، لكنا غضضنا النظر عن ذلك. أما أن ينزل إلى هذا الانحطاط رجل علم ومعرفة، على الأقل من الناحية النظرية، يعني هو خريج جامعة ومدير مركز دراسات، ثم شغل أستاذ في جامعة هارفارد وشغل أستاذ في جامعة نيويورك وغير ذلك، فيفترض به على الأقل، لا أقول أن يكون منحازا الحق، ولكن على الأقل أن لا يكون حليفا للشيطان. في هذه المقالة الأولى التي كتبت في 26 أكتوبر، أي بعد مرور 19 يوما من بدء عملية طوفان الأقصى، كتب The Nazi Case for Hamas، أي القضية النازية بالنسبة لحماس. طبعا بالنسبة لليهودي، وبرنارد لويس سبقهم في هذا الشأن، دائما يثيرون قضية النازية، محاول يعني نوع من استدرار العطف العالمي والتباكي على ما عندما تثار قضية النازية، بهدف
تذكير الغرب بالجريمة التي ارتكبت أو بالزعم بالجريمة التي ارتكبت بحقهم، فيحيدون أي محاولة للتنبيه إلى ما يقوم به هؤلاء من جرائم عن طريق العودة إلى موضوع النازي. والغريب إنهم وهم المجرمون الظالمون القتلة الذين يمتلكون القوة العليا والذين يمتلكون الدمار، يلقون يجعلون من الضحية إيش؟ نازيا ظالما. فهنا يحاول أن يقيم نوع من المقارنات بين حماس وبين النازي، ويقف أمام نقطة مهمة جدا التي هي محاكمات نورنبرغ. وكلنا نعرف محاكمات نورنبرغ التي أدانت مجرمي الحرب الألمان بعد الحرب العالمية الثانية، هو يحاول أن يعني يلجأ إلى سلسلة من المغالطات للربط بين الحاجة إلى محاكمة مثل نورنبرغ لحماس وقادتها. النقطة الثانية التي أثارها طبعا هو يتحدث، كتب في 13 نوفمبر يعني بعد مرور شهر تقريبا وستة أيام على ما جرى في 7 أكتوبر، مقالة كيف ردعت حماس نتنياهو. في هذه المقالة يشن هجوم كبير على بنيامين نتنياهو ويعتبره أنه هو السبب فيما جرى في 7 أكتوبر، وهو يرى بأن كل طبعا كما نرى أنه بعد ذلك بدأ العدوان الصهيوني على الأرض والقصف والتدمير والقتل يوميا، يعني مئات الشهداء يذهبون، كل ذلك وهو يتهم رئيس الكيان بالعجز وأنه هو المسؤول عن ما جرى، وأنه شعر كان مشلول الإرادة ولم يمارس ما ينبغي من القوة تجاه الفلسطينيين، وهو يدفع به للمزيد من ارتكاب الجرائم وأن لا يتردد لحظة في محو الفلسطينيين من الخارطة وإزالة حماس من الوجود وحل مشكلة غزة بطريقة قد حتى لو أدت إلى إبادة الفلسطينيين. النقطة الأخرى التي يثيرها هي أنه يدين المظاهرات التي بدأت تظهر في العالم الغربي، وهو يرى بأن ما يجري من مظاهرات في العالم الغربي هو عمل غير أخلاقي. المظاهرات المؤيدة لفلسطين عمل غير أخلاقي غير مبرر ناتج من الجهل، ويرى بأن ما يقوم به هؤلاء من قطع طريق المطار أو جسر مثلا الجسر الذهبي في سان فرانسيسكو أو في لوس أنجلوس أو في نيويورك، هي عبارة عن يعني أشياء غير مبررة مسيئة للديمقراطية بطريقة، يعني يصيغها بطريقة تشعرنا بمبلغ التدني والانحطاط الذي ينزل إليه رجل الآن. هو إذا حصل على الدكتوراه سنة 82 يعني الآن أصبح له 42 سنة أكاديمي، فكيف يمكن أن يكون بعد كل هذا العمر بهذا التدني والانحطاط في الإنشاء واللغة في هذا الشيء؟ الشخص الآخر الذي أيضا ولغ في مسألة الانحياز والانحطاط هو صديق كريمر وصديق برنارد لويس وتلميذ برنارد لويس الذي هو دانيال بايبس. في أحد المقالات يتحدث بعنوان كما ترون Making Sense of the Hamas، يعني فهم أو وعي مسألة الحرب بين إسرائيل وحماس. في هذا طبعا هذا الرجل لديه بلوك أو مجلة بعنوان منتدى الشرق الأوسط، وينشر فيها صورة متواصلة، بل أنه في يوم من الأيام بعد أحداث أيلول أنشأ ما يسمى يعني كامبس ووتش،
عبارة عن موقع يراقب كل أستاذ يتحدث عن القضية الفلسطينية أو يدافع عن الفلسطينيين أو يدافع عن الإسلام، يوجه أنظار الحكومة الأمريكية من أجل أن تقوم باعتقال هذا الرجل ومحاسبته، ويربط بينه وبين الإرهاب. فدانيال بايبس رجل أيضا يهودي كتب في هذا الشأن. المسألة الأساسية التي أثارها بايبس في مقاله وأثارها كريمر قبله، وهي مسألة مهمة جدا، يعني أحب أن أتوقف أمامها وألفت الأنظار لها. طبعا هم يقولون بأنه لا يوجد سلام مع الفلسطينيين إلا في حالة واحدة، إذا استطعنا تدمير الفلسطيني تدميرا تاما وشل إرادته وتجريده من قوته وتجريده من مقدراته الاقتصادية وإنهاكه لحد الشلل، في هذه الحالة يصبح السلام والاتفاق معه ممكن. بمعنى إنهم يرفضون رفضا مطلقا أن يدخلوا في صلح، لطالما أنه يعني يرون أن الطريق الوحيد للوصول إلى الصلح هي بعد تدمير الفلسطين. إذن كما قلت، هناك يعني ربما هناك نظريتين. النظرية الأولى هي أنه سمح للفلسطينيين بالتطور ثم الوصول إلى مرتبة من الرقي ثم توقيع معاهدة معهم. هذه الفكرة مرفوضة رفضا مطلقا في نظر دانيال بايبس ومارتن كريمر، والطريق الوحيد للدخول في صلح مع الفلسطينيين يتمثل بماذا؟ يتمثل بشل الفلسطيني وتحويله إلى إنسان عاجز، عند ذلك يفرض عليه الصلح. طبعا كل اللي تحدثت عنهم سابقا هم يمثلون الاستعداء والانحياز ضد الفلسطينيين، وهم يمثلون من جانب آخر الجانب اليميني في الأكاديمية أو في العالم الفكر والأكاديمي الغربي. الآن سأتحدث عن الجانب الآخر، عن الطرف الذي وقف أمام أو وقف مع الحق الفلسطيني ولم يبالي بتلك الماكنة الإعلامية الجبارة التي تمتلك مصادر الإعلام وتمتلك القوة في الكيان الصهيوني وفي الولايات المتحدة، فوقف بمواجهته. أول هؤلاء الذين يمكن الإشارة إليهم في الدفاع عن القضية الفلسطينية هو العالم الشهير اللغوي والفيلسوف والمفكر نعوم تشومسكي. تشومسكي وقف مع الحق الفلسطيني، وهو رجل يهودي، وقف مع الحق الفلسطيني بوصفه يعني شعب مضطهد، يضطهد من قبل قوى ظالمة تصادر حقوقه، فوقف مع الحق وكتب في عدة مؤلفات عن إدانة الإرهاب الغربي وعن الاحتلال والإمبراطورية وغير ذلك. كل كتاباته تتناول إدانة للإمبريالية، وترى الاحتلال لفلسطين بأنه أداة إمبريالية غربية واستعمار غربي للأرض العربية. شوفوا، هذا يخالف تماما السياق الذي أراده برنارد لويس وأراده مارتن كريمر والآخرين الذين روجوا للاحتلال بوصفه نوع من الدفاع عن العالم الغربي في الصراع مع الإسلام، وأنه إسرائيل هي حصة العالم الغربي في حربه أو في دفاعه عن نفسه ضد المد الإرهابي الإسلامي. أما هذا الرجل ففهم الصراع ودافع عن حق الفلسطينيين بوصفه نوع من التقدمية في مواجهة الإمبريالية الغربية. نوام تشومسكي، يعني ربما لدي فيديو قصير حتى وأستكمل الحديث. ذهب في يوم من الأيام إلى غزة، يمكن لا أستطيع عرضه الآن. ذهب إلى غزة في عام 2012
وغزة كانت تحت الحصار وتمنع يمنع الدخول إليها، واشترك في مؤتمر ودافع عن الحق الفلسطيني في الوقت الذي يندر أن يقدم أكاديمي على القيام بذلك. الرجل الثاني الذي يشار إليه ويشهد له هو إدوارد سعيد. إدوارد سعيد هذا الرجل هو وإن كان من أصول فلسطينية لكنه في العرف الغربي هو مفكر أمريكي وأستاذ جامعي في جامعة كولومبيا، بمعنى أنه أكاديمي غربي متمرس على العمل الأكاديمي الغربي. هذا الرجل كما نعرف نشأ يعني في ولد في فلسطين ثم سافر إلى القاهرة، وفي بداية الخمسينات أرسله والده إلى الولايات المتحدة ليدرس، التحق في جامعة هارفارد وحصل على الدكتوراه، وهنا مسألة مهمة أثيرها، حصل على الدكتوراه في الأدب الإنجليزي، وكان من أسرة يعني متشربة بالثقافة الغربية، بل أن والده الذي اسمه بالأصل وديع حول اسمه إلى ويليام، ووالده انخرط في الحرب العالمية الأولى في الجيش الأمريكي وحصل على الجنسية الأمريكية، وكأن نقول كأنما أصبح مواطنا أمريكيا. إدوارد سعيد كما قلنا حصل على الدكتوراه في الأدب الإنجليزي في الستينات، وأصبح أستاذا في جامعة كولومبيا، ومثله مثل أي أستاذ يدرس في قاعات الدرس حتى عام 1967. في تلك الحرب والهزيمة التي تعرض لها العرب في حرب الأيام الستة، جاء أصدقاء إدوارد سعيد وبدأوا يسخرون منه، وقال وسمع في الأماكن التي يزورها الاستهجان بالعرب والهزيمة الساحقة التي تعرضوا لها، فقال لهم ويعني أنتم لماذا تسخرون مني؟ أنا مالي وللعرب. في ذلك الوقت تنبه إلى جذوره العربية الفلسطينية، وتحول تدريجيا إلى عضو في المجلس الوطني الفلسطيني، ويقال بأنه هو كتب الخطاب ياسر عرفات في الأمم المتحدة عندما قال جئتكم بغصن الزيتون. إدوارد سعيد كتب كأكاديمي مجموعة من الأبحاث، وهنا أيضا أرجع على الثيمة الأساسية لمحاضرتي، الأكاديمي والشأن العام، الأكاديمي والقضايا العامة. أنت هل تبقى حبيس أسوار الجامعة أم تنزل إلى المجتمع؟ هل يمكن لكل أكاديمي أن يكون قريبا من العامة أو من الثقافة العامة، أم ذلك ما يمتلكه شخص بمؤهلات معينة؟ ما يهمنا في هذا الشأن أن إدوارد سعيد نجح نجاحا كبيرا في مخاطبة الجمهور الأوسع خارج الإطار الجامعي، وكان مدافعا، بل أنه في يوم من الأيام عد أقوى وأفضل مدافع عن الحق الفلسطيني في الولايات المتحدة بل في العالم الغربي، واستقطب الكثير من الطلبة ومن الأوساط الأكاديمية ومن الأوساط الثقافية، ونبههم إلى القضية الفلسطينية وإلى الحق الفلسطيني. كتب نعرف كلنا كتاب الاستشراق، لكن كتب بعده قضية فلسطين، كتب نهاية عملية السلام، كتب من أوسلو إلى العراق. إذن هو لم يكتفي بأن يكون أكاديميا وإنما انتقل للشنعم. هذه صورة مهمة جدا بالنسبة لنا، لأنها توضح كيف أن الأكاديمي يمكن أن يأتي إلى ولو بصورة رمزية ليعبر عن انتمائه للقضية. ذهب إلى جنوب لبنان وألقى من جنوب لبنان حجارة ضمن ثورة الحجارة ليعبر عن انتمائه، وأنه ليس معزولا عن قضايا شعبه وأهله. أشير في هذا الشأن أيضا إلى باحثة أمريكية شهيرة التي هي روشيل ديفيز، وهي الآن أستاذة في جامعة جون هوبكنز في الولايات المتحدة. روشيل ديفيز هذه الامرأة الطيبة المسالمة
اللطيفة تخصصت في يوم من الأيام بالفن البيزنطي، ثم ذهبت كما قالت لي، ذهبت إلى تركيا إلى إسطنبول للتعرف على بقايا الآثار البيزنطية فيها، كما نعرف آيا صوفيا وغير ذلك. ثم عندما تذهب إلى آيا صوفيا ترى أمامها جامع السلطان أحمد على مد البصر، فأثارها الذهاب إلى، يعني أثارها ذلك، فذهبت إلى الجامع وأصيبت بدهشة كبيرة أن رأت هذا الفن المعماري الرائع. وانتقلت في إسطنبول لترى جامع السلطان سليمان وبقية الآثار العمرانية العثمانية، فتساءلت ما بينها وبين نفسها، كيف يمكن لدين كما في مخيلتها ومخيلة الغربيين قائم على القتل والاستعباد والظلم والطغيان، أن ينتج حضارة أو ينتج فنا معماريا بهذا الرقي؟ هل يعني إذا أنا كنت مضللة؟ فقيل لها اذهبي إلى الجامع الأموي في دمشق، اذهبي إلى الجامع الأموي في حلب، انظري إلى كذا. فبالفعل بدأت تتنقل في بلاد المشرق، وأصابها شغف كبير وأعادت اعتبار، يعني تأمل جديد تجاه الإسلام وقضايا الإسلام. وهي في المشرق عرفت القضية الفلسطينية، ورأت كيف أنه طبعا كما قلت هم لا يعرفون ذلك، لم تصلهم المعرفة، رأت كيف هدر الحق الفلسطيني، رأت كيف تم إبادة الذاكرة الفلسطينية ومحوها، ووجدت أن الالتزام الأخلاقي يملي عليها أن تقوم بدور في هذا الشأن، فكتبت كتابا مهما جدا الذي هو قصص أو حكايات أو تواريخ القرية الفلسطينية. ما هي قصة هذا الكتاب؟ طبعا هي أكاديمية كما قلت، أستاذة في جامعة جون هابكنز، في البداية كانت أستاذة في جامعة ستانفورد في كاليفورنيا، ثم انتقلت إلى جون هوبكنز. سعت عن طريق قيامها بزيارات ميدانية ومقابلة الجدات والأجداد، الرجال كبار السن الفلسطينيين الأحياء، كانت تجلس إليهم وتستمع ذكرياتهم عن القرى التي نزحوا منها من فلسطين بال48 وال67، وأسماء تلك القرى والحكايات المرتبطة بتلك القرى. وكل هذه القرى قام الكيان بتدميرها وإبادتها، فجمعت في كتابها حكايات لتحيي ذكرى تلك القرى وتعيد بعثها من العدم، بمعنى أن توثق الذاكرة الفلسطينية بعد أن أراد الكيان محوها من الوجود. وهذا الكتاب كما ترون في صفحة الغلاف يرمز للقرى التي كان الفلسطينيون يعيشون فيها قبل طردهم من بلادهم. الشخص الأخير الذي سأتوقف أمامه هو صديق وبروفيسور، أستاذ في جامعة كاليفورنيا، الذي هو البروفيسور مارك لافين. مارك لافين قام بشيء مماثل لما قامت به روشيل ديفيس، كأكاديمي وأستاذ جامعي مرموق، يجيد مجموعة كبيرة من اللغات، متعدد المواهب والاهتمامات، ولديه عدد كبير من الكتب في قضايا الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية. أطروحة الدكتوراه لهذا الرجل العالم في موضوع غاية في الأهمية بالنسبة لنا، ويعكس دور الأكاديمي في الدفاع عن الحق الفلسطيني. الأطروحة بعنوان أخذ مدينة يافا التي بنيت عليها مدينة تل أبيب، وحاول أن يستخرج الخطط الأساسية للمدينة الأصلية، وأن
يبعث الحياة من خلال توثيق الحياة الاقتصادية والعمرانية والحضارية التي كانت عليها هذه المدينة قبل أن ماذا؟ قبل أن يأتي الكيان ليبني هذه المدينة فوقها ويحاول أن يزيلها من وجود. فكأنما يعني كما نحن نعرف عبر السنوات الطويلة التي الاحتلال كان موجود جاثم على أرضنا، كان يحاول محو هويتنا، إزالتنا من الوجود، إزالة أسماء مدننا، إزالة ذاكرتنا، إزالة كل ما يربطنا أو يحيي صلتنا بهذه الأرض. هذا الرجل مارك لافين سعى إلى ماذا؟ سعى أن يعيد هذه الذاكرة من خلال بعث على الأقل على الورق المدينة الأصلية التي كانت موجودة قبل أن يأتي الاحتلال. وانظروا نشر هذه الفكرة باسم عنوان في كتاب Overthrowing Geography، يعني الجغرافيا المزاحة، أنه أزيحت جغرافيا معينة واستبدلت بجغرافيا جديدة، وكما يقول عنوان جافا تل أبيب and the struggle for Palestine، والصراع من أجل فلسطين. إذن مارك لافين قام بدور كأكاديمي مهم جدا في هذا الشأن، وأيضا كتب فيما يخص السلام في هذا الشأن. واحد من كتبه المهمة هو أحد الكتب الأخيرة هو One Land Two States، يعني أرض واحدة ودولتان. طبعا لديه كتاب آخر هو الصراع والبقاء، وتحدث فيه عن محاولة الفلسطينيين البقاء على قيد الحياة في ظل هذا الصراع. كنت قد طلبت من هذا المؤرخ ورجل المواقف، طبعا عبر المرحلة السابقة يعني من العدوان حتى اليوم، كان لمارك لافين مناظرات كثيرة مع مناصري الكيان، وكان له دفاع كبير عن القضية الفلسطينية ومواقف مهمة جدا في هذا الشأن. فكنت قد طلبت منه أن يتحدث عن ما الذي يمكن للأكاديمي أن يقوم به في هذا الوقت، ولماذا العالم الغربي يصم أذنيه أو آذانه عن الحق الفلسطيني، ثم أين السبيل لنصرة القضية الفلسطينية. لن أورد هذا الحديث، لكن سأكتفي فقط بهذه المقاطع الصغيرة منه. أول قضية علاقة ما هو دور الأكاديمي. قال إن ما قام به الأكاديميون الفلسطينيون في يوم من الأيام مثل إدوارد سعيد والأدباء مثل غسان كنفاني ومحمود درويش دور مهم جدا، لأن في وقت من الأوقات ماكنة الإعلام الغربية الجبارة سعت لمحو وجود شيء اسمه فلسطين. فقام هؤلاء الأدباء والمثقفون والمفكرون الفلسطينيين وأساتذة الجامعات الفلسطينية مثل رشيد الخالدي وآخرين بماذا؟ بإعادة إحياء شعب ووضعه أمام العالم وبعث القضية الفلسطينية وجعلها على طاولة الجدل في العالم العربي. النقطة الثانية، ما الذي يمكن أن يقوم به الأكاديمي في هذا الشأن؟ قال مرتبطة بهذه القضية، لماذا هذا الهجمة الشرسة على فلسطين؟ ولماذا العالم الغربي يصم أذانه عن رؤية الحق الفلسطيني؟ يفسرها مارك لافين بالطريقة الآتية، أن اقتلاع شعب واحتلال أرضه وتزييف تاريخه هي ممارسة لجأت إليها الولايات المتحدة في يوم من الأيام عندما احتلت
الأرض التي تسكنها وأبادت شعب الهنود الحمر. وفعلت الشيء نفسه بريطانيا عندما استولت على استراليا وأزالت من الوجود السكان الأصليين، وفعلت الشيء نفسه في جنوب أفريقيا عندما سعت للقضاء على الشعب الأسود وتحويل جنوب أفريقيا إلى بلد أبيض وغير ذلك. فإذا كل ما يقوم به اليهود من قمع وظلم واعتداء ومحاولة محو الهوية الفلسطينية لا يثير سخط الحكومات الغربية، لأنه يذكرهم بممارسة قاموا بها في يوم من الأيام من أجل لكي يبنوا دولهم. إذا دولهم قامت على الاستعمار وعلى القضاء على الشعوب الأصلية وعلى الحلول محلها، فإذا لا يعني لا يجدون غضاضة، وهم يرون كل ذلك الظلم الذي تعرض له الفلسطينيون، لطالما هم أيضا جزء كانوا في يوم من الأيام يقومون بالدور نفسه. إذا أين، طبعا هذا الحديث كان بعد تقريبا شهر من الانتفاضة أو من طوفان الأقصى. قال إن الشعوب التي تعرضت للإبادة هي أكثر الشعوب التي تفهم القضية الفلسطينية وأقدر الشعوب للدفاع عنها. وطبعا هذا الكلام كان نبوءة لما قامت به جنوب أفريقيا في الأسابيع والأيام الماضية، بمعنى أنه قال هذا الكلام قبل حتى أن يبرز دور جنوب أفريقيا في الدفاع أو في محاولة مساءلة العدوان ومحاكمته أمام العالم. فإذا هذا الرجل تنبأ قبل ذلك بعدة أشهر بأن بالدور الذي يمكن أن تقوم به جنوب أفريقيا وتقوم به الشعوب المضطهدة للدفاع عن الحق الفلسطيني. ما قاله مارك لافين أيضا إن على المفكرين والأكاديميين وفي شتى بقاع الأرض أن يقفوا مع الفلسطينيين، ليس من أجل يعني ليس في السياق الصراع بين الإسلام والغرب ولا غير ذلك، وإنما يجب أن يعرفوا بمحاولة الإبادة التي تمارسها هذه الأنظمة القمعية الغربية ومحاولة نزع هوية هذا الشعب. ويجب أن يعرف الأكاديمي في كل مكان، طبعا أنا سألته ما هو سر دفاعك عن القضية الفلسطينية؟ قال إنها معركة كل إنسان شريف يؤمن بالمستقبل ويؤمن ويطلب التحرر من الاستعباد، لأن معركة الاستعباد وإن دارت في أرض فلسطين فهي معركة الاستعباد في كل مكان في العالم. طبعا أنا يعني أعتذر بأنني أطلت كثيرا، وربما نقاط كثيرة لم أستطع إثارتها بسبب ضيق الوقت، وعذرا إن كنت قد أغفلت أشياء كثيرة، وعذرا إن كنت قد استطردت حيث لا يجب الاستطراد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الاستاذ اصلا هذه المحاضره قيمه، وعلى على مقام كتبه وقاله الاكاديميون الغربيون حول القضيه الفلسطينيه سواء قبل طوفان الاقصى او بعد طوفان الاقصى. نشكرك استاذ ناصر على تلبيتك الدعوه، وعن ترددك فاشهد انني كلما دعوتك لا تتردد لحظه في قول كلمه نعم. جعل الله في ميزان حسناتك. إلى لقاء آخر ومحاضرة أخرى. مشاهدينا الكرام، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأعيد أن أذكر، في رمضان إن شاء الله الأيام الشريفة سنجد نصرا من الله وفتح آمين. قريب، ومؤزر إخواننا في فلسطين وفي كل بقعة من بقاع الأرض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا استاذ ناصر، بارك الله فيك. مع السلامة.